الإعلام العراقي وحرية الرأي في العراق، صحيح بإمكانك أن تقول ما تشاء، لكن يا ترى هل ستكون آمن بعد أن تقول ما تشاء؟ هنا تكمن حقيقة الرأي الحر في العراق. الإعلامي والصحفي كان مستقل، فموضوع حرية الإعلام هذه يعني وهم لا أكثر ولا أقل، هو وهم. لكن عندما تكون تابع إلى جهة ومسنودة من أحد الأحزاب، فأنت بإمكانك أن تقول ما تريد، لأنه أكو خلفك من يدعمك ويدافع عنك. لكن إن كنت مستقلا لا، الموضوع هنا يختلف، ستكون يعني ملاحق قانونيا في أي كلمة ممكن أن تقولها، وتحاول أن توصل أي معلومة للناس في حال أنه انتقدت شخصية أو انتقدت سلوك معين، ستكون ملاحق قانونيا باعتبار بأنه هذا الشيء بين قوسين يوضع تحت طائلة القانون بمفردة التشهير، الاتهام، كذا، يعني من هذه الأمور. وبالتالي أنت لا تعتبر صحفي حر أو إعلامي حر طالما أنك تخاف من الملاحقة القانونية وتبعات ما تصرح فيه. هذه مفردة يعني ممكن أن نستخدمها في الإعلام وفي الصحافة. طيب.